كل حاجه النهارده فيها تأليف. اولا قول لي كده سبب يخلي تريزيجيه يلعب رقم 8 ناحيه اليمين. انا كنت متفاهم تلعب بتريزيجيه ناحيه رقم 8 وسط ملعب، يعني ناحيه الشمال عشان يشتغل مع مرموش ويشتغل مع فتوح. انت كنت عارف حاله تريزيجيه، عشان كده دعمنا قلنا لا يلعب تريزيجيه ما فيش مشكله، ده هو المدرب وشايف الحاله، وده تشكيل اللي هتكلم عنه لحضراتكم مع حضراتكم قدام حضراتكم اهو. قلنا تريزيجيه يلعب نص الملعب ويلعب المباراه من بدايتها لو جاهز 100%، واكيد المدرب عارف ان هو جاهز 100%. احنا اولا ما لقيناش تريزيجيه النهارده جاهز 100%، لعبوا ناحيه اليمين ما لعبوش ناحيه الشمال، تمام؟ ادي تأليفة اخرى. اصلا انا هسيب لكم التأليفة الكبرى في الاخر. اصلا محمد النني هو اللاعب اللي بيلعب رقم 6، اللي بيلعب يعني انتوا عارفين هو بيلعب 3 في النص، في واحد المفروض ورا اللي قريب من الاربع مدافعين، وفي 2 قدامهم. قلنا حمدي فتحي هيبقى على اليمين وتريزيجيه على الشمال، ووراهم محمد النني رقم 6 في مركزه يعني في وسط الملعب. ده ما حصلش، لاعب النني ناحيه الشمال، وبالتالي النني كان في كثير من الاوقات في الشوط الاول تحديدا تلاقوه رايح يلعب كجناح، وده طبعا مش دور النني ولا يعرف يعمله. تريزيجيه ما كانش موجود، حمدي فتحي كان قريب جدا من المدافعين وما كانش مسيطر على وسط الملعب مع محمد النني وتريزيجيه، فحصلت لخبطه في وسط الملعب قدام وسط ملعب قوي جدا. عندهم لاعب اسمه انديدي اللي بيلعب في ليستر سيتي المنتخب النيجيري، لعيب قوي جدا. ده جانب طبعا لاعبي يعني سيموني النهارده كان احسن لاعب في المباراه، باقي اللاعبين كلهم كانوا مميزين في المنتخب النيجيري، عنده تشكيله رائعه اساسيه واحتياطيه زي ما قلت لكم قبل كده. التأليفه الكبرى اللي ملهاش اي منطق في العالم انك تلعب مصطفى محمد جناح ومحمد صلاح مهاجم. طيب همشي معاك واحده واحده. محمد صلاح مهاجم، ساعات كان بيعملها يورجن كلوب في نهايه المباراه، كان بيلعب مهاجم تاني، كان مش مهاجم لوحده، يلعبوا جنب فيرمينيو ويلعبوا جنب جوتا ويلعب واحد على ناحيه اليمين، يعني ممكن يلعبوا في الحته دي المهاجم رقم 9 في بعض الاحيان من المباراه لو الامور متأزمه وعايز يدخل مهاجمين او لاعبين اكثر هجوما يعني. لكن تبدا المباراه محمد صلاح مهاجم ومصطفى محمد جناح ايمن، بتاع ايه وليه وازاي وفين؟ اولا لا مصطفى محمد هيعرف يلعب جناح ايمن، وعندك محمد صلاح افضل جناح ايمن في العالم، افضل لاعب في العالم اصلا، وهو في مركز الجناح الايمن. ما عملتش كده. ليه التأليف؟ يعني لو مصطفى محمد قاعد مكانه في مركزه ومحمد صلاح في مركزه، هيقولوا اصل المدرب ده ما بيعرفش يفكر، هيقولوا اصل المدرب ده ما بيعرفش يدرب، هيقولوا اصل المدرب ده مش سكر مش جميل. ما هي قصه مش تأليفه والسلام، مش لازم اجود عشان اقول ان انا مدرب كبير، مفيش حد بيعمل كده. يعني مفيش حد مثلا في العالم هيروح مثلا يجيب ميسي يلعبه مساك او يلعبه مثلا باك رايت، مفيش حد هيعمل كده عشان يعني يبقى المدرب جامد. مفيش حد مثلا هيجيب كريستيانو رونالدو ويلعبه جناح ايمن، يلعبه جناح ايسر او مهاجم، مفهومه يعني، مفيش حد بيعمل كده. مفيش، مش هتلاعب امبابي مثلا في وسط الملعب. التأليف ما يبقاش مبالغ فيه.